لغاية إمتى هيفضل الوضع بهذه المأساة؟ خليني أرحب بدكتور أكرم بدر الدين. دكتور أكرم مساء الخير. أهلا مساء الخير يا فندم، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور إكرام. دكتور إكرام، يبدو أن العالم اعتاد على رائحة الدم وعلى عدد الشهداء واعتاد على ما تقوم به هذه الدولة المرقة. يعني هو خلينا نقول أن الأمر قد لا يكون اعتياد بقدر ما هو ازدواجية المعايير. تمام. يعني لو تشوفي حضرتك في حالات أخرى العالم لا يتخذ هذا الموقف السلبي أو الموقف المتخاذل. لو تشوفي حضرتك مثلا في الحرب الروسية الأوكرانية وما الذي يحدث فيه من مواقف دولية، مواقف قوى الكبرى. إذن الأمر هنا بيتعلق من وجهة نظري بازدواجية المعايير والمنطق المعكوس والكيل بمكيالين. كيل بمكيالين هنا في مصلحة من؟ الكيل بمكيالين في مصلحة إسرائيل بالتأكيد. والسبب في كده خلينا نقول أيضا أن إسرائيل ما كانت تستطيع القيام بما تقوم به من مجازة وأعمال إبادة واستخدام لجيش نظامي لأحدث الأسلحة ضد مدنيين عزل، ما كانت تستطيع أن تقوم بذلك كله لولا أنها تلقى تأييد من أطراف دولية مؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد. نعم. وده يمكن اللي بيفسر استمرارية إسرائيل في القيام بهذه المجازر. أيوه. وبهذه الوحشية ضد المدنيين. أنا عاوز أقول حتى أن الجرائم الإسرائيلية لم تقتصر على الفلسطينيين فقط المدنيين، وإنما طالت أيضا موظفين بيعملوا في منظمات وهيئات دولية. نعم. نعم. شفنا ما حدث بالنسبة للأونروا، وشفنا ما حدث بالنسبة للصحفيين. إذن الأمور في هذه الحالة، يعني إذا لم يتخذ العالم موقف محدد، وإحنا نتكلم دلوقتي عن أمور 9 أشهر، فترة زمنية طويلة، 9 شهور في مجزرة يمكن غير مسبوقة في التاريخ الحديث. نعم. ضد المدني. أيوه. اللي أنا عايز أقوله هنا إن العالم الآن واللي بنسميه المجتمع الدولي والمنظمة الدولية وقوتها على حفظ السلم والأمن في العالم أصبحت موضع تساؤل. يعني هي الأمم المتحدة قامت في الأصل قامت من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدولي. وده دور رئيسي لمجلس الأمن اللي عجز عن اتخاذ قرار ملزم حتى الآن، واللي استخدم حق الفيتو أو حق الاعتراض لتعطيل إصدار قرارات حتى كانت تتسم بالتوازن. وعندما نجح المجلس مؤخرا في اتخاذ قرار بمقترحات أمريكية لم ينفذ على الأرض، ودي ملحوظة الحقيقة بنشوفها في عديد من القرارات الدولية. وشوفي حضرتك محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، قد تتخذ القرارات ولكنها لا تنفذ. دكتور إكرام، دكتور إكرام، ما فيش أي أوراق ضغط من قبل المجتمع الدولي حاليا على هذا نتنياهو بتتكلم على دعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بنتكلم من بايدن أو من ترامب؟ فيبدو أنه مسألة الانتخابات الأمريكية مش هتفرق كتير، ولا هتفرق مع مع نتنياهو؟ شوفي حضرتك، يعني احنا نتكلم دلوقتي في نقطتين. النقطة الأولى أوراق الضغط، والنقطة الثانية الموقف في الولايات المتحدة. إذا بدأنا بالموقف في الولايات المتحدة الأمريكية، فخلينا نقول إن أحد مرتكزات السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هو أمن إسرائيل. وبالتالي لا يوجد تفاوت كبير بين الجمهوريين أو الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بالزبط. أو بين المرشحين الرئاسيين. إنما الفرق قد يكون في التفاصيل أو شيء من هذا القبيل. إنما ما فيش، إنما الجوهر واحد والدعم واحد، لا يوجد اختلاف على دعم إسرائيل. ده بالنسبة للولايات المتحدة وما يحدث في الداخل الأمريكي. النقطة الثانية، إيه هي أوراق الضغط؟ يعني أنا في تقديري أن المؤسسات الدولية عجزت عن اتخاذ قرار أو تنفيذ القرار الذي يتم اتخاذه. وبالتالي لو احنا عاوزين يحدث ضغط على إسرائيل، يمكن أن يأتي هذا الضغط مش لازم من خلال
مجلس الأمن، ومش لازم من خلال الجمعية العامة لأن القرارات لا تنفذ. نعم. وإنما يأتي هذا الضغط من الدول فرادة، بمعنى إن كل دولة على حدة، وإحنا شفنا إن في تحرك في هذا الاتجاه. نعم نعم مفهوم. إن في عدة دول أوروبية بدأت تعترف بالدولة الفلسطينية. إذا تحركت الدول فرادة كل دولة على حدة وتقوم بعملية مقاطعة لإسرائيل، مقاطعة دي قد تكون مقاطعة تجارية، مقاطعة اقتصادية، فرض عقوبات، مجرد الإشارة أو التعبير باتخاذ أي قرار. طيب تمام. فبالتالي يمكن أن تنجح الدول فرادة فيما عجزت المنظمات الدولية ومؤسساتها عن اتخاذه بطريقة جماعية. طيب. إذن لابد أن يكون هناك نوع من الضغط على إسرائيل، وهو ضغط متعدد الأشكال. كذيب من العدو الصهيوني من الدولة المارقة معروف، سواء بنتكلم على بشكل عام أو بنتكلم على دور مصر. إلى متى هذه الأكاذيب من الدولة المارقة على الدولة المصرية؟ طبعا هو فيه أكاذيب متعددة وإشاعات، ودي تكررت الحقيقة في الفترات السابقة. وشوفنا في فترة من الفترات إسرائيل تقول إن والله مصر هي اللي بتعوق إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. إنما معبر رفح كان مفتوح طوال الفترة وطوال 24 ساعة في اليوم، وكانت الإعاقة تأتي من الجانب الإسرائيلي. تقول إن والله إذا مصر بيتم تهريب السلاح من خلال الأنفاق. هي سلسلة من الإشاعات المغرضة، واللي الهدف منها صرف الأنظار عما ترتكبه إسرائيل من جرائم، والعمل يعني محاولة تحسين الصورة أمام المجتمع الدولي. إنما طبعا العالم كله عارف هذه الإشاعات، وعارف إن هذه الأخبار غير صحيحة، وعارف إنها دولة كذب طبعا. وشفنا إن في فترة من الفترات الأمين العام للأمم المتحدة كان موجود في المنطقة وزار معبر رفح. نعم. من الجانب المصري. أي. يعني إذن كل دي إشاعات الحقيقة. إنما لا تمثل أي مساس بالدور المصري. الدور المصري مقدر، ومنذ بداية الأزمة خلينا نقول، وحتى خلينا نقول أيضا من سنة 1948. نعم. الدور المصري في القضية الفلسطينية دور أساسي، دور مهم، مساندة الأشقاء الفلسطينيين في الأحداث الأخيرة في غزة منذ 9 أشهر حتى الآن. على محاور متعددة تحركت عليها مصر وتحركت عليها الدبلوماسية المصرية. هل هذه الأكاذيب وهذه الادعاءات من هذه الدولة المارقة العدو الصهيوني دكتور إكرام تجاه مصر تحديدا، حضرتك شايف أنه محاولة منهم لي يعني تحجيم الاهتمام المصري بالقضية؟ يعني هو طبعا قد تكون في أغراض مختلفة منها، زي ما حضرتك بتقولي ربما بتهدف إلى تحجيم الدور المصري أو تقليصه، إنما ده طبعا لن يحدث على أرض الواقع. منها محاولة أيضا لصرف الأنظار عما ترتكب السلطات الاحتلال من جرائم وضد المدنيين وضد المستشفيات وضد المدارس وضد مؤسسات دولية بتعمل في قطاع غزة. إذن كل دي محاولات من جانب إسرائيل أو من جانب سلطات الاحتلال لصرف الأنظار عما ترتكب. إضافة أيضا يعني أنا في رأيي أن قد تكون هناك رسائل موجهة للداخل الإسرائيلي نفسه، لأن في خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية. في خلافات بين القيادات السياسية والقيادات العسكرية. استقالات من الحكومة. إذن كل ده هي محاولة لإرضاء الداخل الإسرائيلي، إرضاء الداخل الإسرائيلي صرف الأنظار عما يحدث بالنسبة للعالم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين.